سلطان أحزاني وآلامي قلبي الوجع دين البشر صوان هاتي يا دنيا من الوجع هاتي غني على تنهي ديواناتي صوان دور على حب صادق قوي صح الأمل والخير يلي فيه العزم فيها عطف وحنان أحلامي قدامي ويا دنيا مالك عالحلم سلطان أحزاني وآلامي قلبي الوجع بين البشر صوان يسأل حالي بقية الأسئلة. خلاص أنت مو مرتبطة. اسمك كم حرف؟ أربعة؟ خمسة؟ ثلاثة؟ أكيد رح أشوفك مرة تانية. أما شو عم تعزف عزف؟ يعني شوي تاني حتبكيني وأنا مو ناقصني. رامي قلي شوفي. ما في شي. هلأ علي؟ طيب شو أخبار لميس؟ ما بعرف محيرتني حاسة انها ما بتحبني. ليش ما بتسألها بصراحة؟ خايف اذا سألتها جاوبني الجواب اللي انا خايف منه. انا تعلمت اني واجه خوفي. انتظار الموت اصعب من الموت نفسه والخوف بيشلنا من جوا يا رامي. بالعكس اسألها وبيجوز تجاوبك انها بتحبك. ما شاء الله حولكم ساعة حتى قدرت نام بالاخير. انتو تفيقوني؟ ليش ما كنتوا تناموا؟ طيب وانتي ليش ما بتسهري معنا؟ بالله السهر بينزالي بشرة وشي، وإذا حطيت شي على وشي لنين بالعصاية. لساتك صغيرة. وانتي فعلا لساتك صغيرة. لكن خلوني نام. معلم في حدا مبلغ عنا. مين بلغ؟ يا معلم آخر أربع محلات كنا عم نجتمع فيهم الأمن الجنائي وشرطة المكافحة عملوا عليهم كبسة
وأكيد مو صدفة. نكون عم نضحك على حالنا إذا قلنا صدفة. طمن معلم، نحن عاملين حساباتنا وما رح يوصلوا لشي. بعرف، بس مين صحى سيارات الشرطة ودلنا طريقنا؟ مين؟ ليش يا نبيل ليش؟ حبيتك واحترمتك وقلت لك إني بحبها. سيد ناجي، إيمي كذابة وبإمكانك تكون مرتاحة كتير من ناحيتي. ما بتصور في رجل بيقدر يقول لإيمي لا أو يرفضها. بس أنا رفضتها. ماني مستعد اسمع منك ولا حرف، واعتبر كل شيء بالنسبة للعمل بيناتنا بطريقه للزوال. والعقود اللي بيناتنا؟ كلمة مشهورة رح لك ياها وهي مثل قديم، بلن وشراب ميتهم، وبالنسبة للعطل والضرر رح ادفع لك ياها من جيبتي حبيبي. دكتور قال ما في فايدة. ايه العلاج مستحيل، بس انا ما رح اياس. سمعت انه الطب الشعبي عالج حالات اعقد من هيك بكتير. شو بكير يا ابو رامي؟ شو بكير؟ علي راجع. لا لا حبيبي، بدك تحاول بكل الطرق الممكنة. شوف، في عندك مثلا الابهة الصينية عم تجيب نتائج عظيمة. ايه؟ بعدين طب الاعشاب توسع كتير وكمان نتائجه عظيمة. ماشي الحال، الله معك، مع السلامة. على شو اتفقتوا يا أولاد؟ إن شاء الله رح نسافر عمو لنكون حياتنا مع بعض، هيك اتفقنا. لا إيهاب، نحن مو هيك اتفقنا. أنا ما اتفقت معك إني سافر معك. وبحب ذكرك كمان ما اتفقنا إنك ما تسافري. قلت لي إنه الأهم نبقى مع بعض بغض النظر عن المكان، وإنك بتلغي كل شيء بتبقى معي. عمو كلمة انقلت بلحظتها، لا عليها ضرائب ولا رسوم، بعدين مو معقول ألغي مشروع حياتي. معقول ليش لا؟ بتنفذوا هون. على كل حال خلوني أفكر عنكم شوي. عمو وأنا راضي بحكمك عمو. هو أهم شيء أنت تنظري علي. خلاص حقك علي، بس والله يا أنا كنت متضايقة عليك. متضايقة بتخففي عني؟ مو بتجرحيني أصلاً. أنا شو عم بعمل؟ كل اللي عم بعمله أني عم بتسلى شوي على الموبايل. بحب شوف نظرات الأعجاب حوالي، وموبايلي ما عم يهدى، كل شوي عم بيرن. بس أكثر من هاي الحدود ما عم فكر أتجاوز، ما عم فكر. ولأني بعرف أنك لا يمكن تتجاوزي هالحدود قهرت عليكي. يا رولا، مو الكل حيفهم انه في حدود لا يمكن تجاوزها، ومو كل مره بتسلم الجره. يعني بتقدري تقولي لاي شخص عم يدق لك لو سمحت لا بقى ادق على موبايلي؟ في شباب يمكن ياذوكي وما يرحموكي، ونحن بنات يا رولا، يعني ما بصير ابدا نخاطر، لانه اذا وقعنا ما بنوقع الا مجروحين، هذا اذا وقفنا بعدها. خلص مالي زعلانه، بس بتعرفي بيلبق لك تقدمي برامج على التي في وتعطي حكم ومواعظ للاجيال الشابه. هلا هذا اللي طلع معك؟ لا ليش لا تعتذري؟ هي مشاعر مو بيع وشراء. صدقني رام، انا كثير متوترة الايام، بقيان لي سنة على التخرج و لسه ماني عارفانة اذا انا بحبك ولا لا. خلاص لميس لا تبرري. بعدين انت شاب واي بنت بتتمناك. لميس لا تحكي هيك، هاي الجمل بترجح اكثر ما بتداوي. معك حق، انا اسفه، بس نحن اصدقاء. ايه باي. يا صباح الفل، وهي احلى فنجان قهوه. شكرا. ابو رامي
حاسس انك متغير من ناحي وكأنك ما بتعرفني. هيك صايرة طبيعة الناس، بتعاشرهم الأمر كله بعدين بتطلع ما بتعرفه. ما بنسى وقفتك جنبي بوفاة إمرامي، ولما اشتريت النعش لوقت استلمته بالمطار وسلمتني. معقول انت يا ابو رامي، معقول تكون حسيت وعرفت كل الطبخة بس ما كنت بتسكت ولا دقيقة واحدة؟ انا بعرفك وانت كمان تعرفني منيح. اي تعرفني منيح. جوات نعشك يا أم رامي، جوات نعشك. سامحيني، الجلطة ما خلتني أقدر أعمل شيء، بس منصور لازم يقع، لازم. بس أنا خايف على الأولاد مني. آخ منك يا منصور، آخ منك يا أبو رامي. صاير فيني معك مثل الحرامي اللي بيسرق وبيفكر انه كل الناس شايفينه. ألو، أنا نادر صاحب المشغل. تذكرتيني كتير منيح، الخلطة خلصت بسرعة. إيه، فالله يرضى عليكي جاي لعندك هلأ، بدك تعملي الخلطة تانية إيه؟ نفس الأطرميز. إيه شو بكرة؟ هلأ مشوار الطريق يكون عندك. الله معك، مع السلامة. رغدة؟ نعم أستاذة. شركة وصلوا؟ غرفة الاجتماع. وعمو منصور؟ كمان موجود. طيب روحي على شغلك. آسفة على تأخري، تفضلوا. يبدو وكأنه السيد تميم ما رح يحضر الاجتماع. اليوم رح يكون اجتماعنا بدون وجود البابا. سيد منصور، بظن فلنا من حضرتك انه السيد تميم رح يكون موجود بيناتنا. الحقيقة انا دعيتكم للاجتماع صحيح، لكن بقى قلت لكم انه السيد تميم رح يكون موجود. على كل حال الانسة رنيم في عندها اقتراحات بخصوص. عفوا سيد منصور، بظن انه وقتنا اهم بكثير من انك تدعينا للاجتماع مع عندنا قناعة باهميته. أهمية اجتماعنا بيتقرر بعد ما نشوف شو في عنا مشاكل وإذا كنا بنقدر نتجاوز هاي المشاكل أو لا. المشكلة الحقيقية إنكم تدعونا لاجتماع مع شخص غير كفء وبده يعلمنا كيف نحل مشاكلنا اللي بتواجهنا بشغلنا. عفوا إذا سمحتوا بدون تجريح. عن إذنكم. ولا يهمك عمو. مالش طيب
أمه رنيم من طبعها حب الشغل أمه، فإذا تشاركت معي بمشروعي يعني ممكن تتقبل فكرة استقرار برا أمه. يعني بكلام تاني أنت عم تطالب بحصة رنيم من ثروتي بعد عمر طويل عمو بيبقى حقها. بس أنا بعمري كله ما فكرت إني أخدم لحقها. عمو بترجاك ما ينفهم كلامي غلط أو يتاخد بغير مقصد. رنيم كنت عم بتشاور أنا وبابا بخصوص. سمعت كل شيء، فيني أحكي معك؟ على كل حال أنا راح أترككم لحالكم، بس أنا اللي بتمنى منكم أنكم تتفاهموا وتختلفوا. إيهاب أنت بتحبني؟ طبعا بحبك حبيبتي. ومين أهم، أنا ولا ميراث البابا؟ أكيد أنت، بس أنا وجهة نظري. كنت عارفاني هالشي، من شان هيك أنا تنازلت رسميا عن حصتي لرامي ورنا. مستحيل، هذا مو من حق حدا، هذا من حقك وحقي وحق أولادنا. أولادنا أنت اللي حتكون مسؤول عنه. بس أنا محتاج. أنت محتاج لخاتمك اللي لبستني إياه. خير جيت تشرب كاس ماء؟ فين نفس الكاس؟ اسلام عليك. اسلام. شو عم بشرب؟ ما بتفرق، المهم انه عم تشرب. ايه عم بشرب المرار. مرار. سلامتك من المرار. سلامتك. انا سعيد لانك تجيت، لاني انا بأسوأ حالاتي. ناجي انت صديقي. حبيتها نبيل، جوزتها لأني بحبها وطلقتها لأني بحبها. حاولت أحميها من نفسها، حاولت فهمها أنه ما تخوني، بس أنا ما أقدر. يمكن الحق علي أنا المحبوب، يمكن لأني رجال كبير. خانتني قبل الزواج وخانتني بعد الطلاق، خانتني مع أصدقائي، مع أقرب الناس إلي. أنا بحبها. أنا يبكي لحق علي، حالي اللي ما قدرت أحميها من نفسها وما قدرت فهمها أني أنا كيف بحبها وكيف لازم أحبها. أنا بتشكرك نبيل، بتشكرك لأنك ما خذلتني. بتذكر أنه هي لما قالت لي أنه أنت وياها كنتوا. طبعا أنا ما صدقتها، لكن أنا غضبت، زعلت، حاولت فرغ غضبي. نبيل
حب لك ان الكلام اللي قلت لك اياه كله انسى. انت رح تضل صديقي ورح اضل العمل بيني وبينك، انا ما رح اتخلى عنك، وارجو انك انت ما تتخلى عني. ممكن اطلب منك طلب؟ ارجوك. لا تضحك علي، وصلني لعندي، وصلنا على الاوتيل. حابب تطمن علي؟ ايمتى رح ترجع؟ مثل العادة. الله يكون معك، لا تأخر علي ماما. خلص شغلي وبرجع. سلام. الله معك. انت ما بتعرف حقيقة ظرفي نبيل، الحقيقة اللي ربطتني بناجي انت ما بتعرفها. اللي بعرفه يا مدام اني ما سمحت لحالي كون سبب اضافي بتعاسة شخص بحبك. You are out of the fire نبيل، انت برات النار مشان هيك عم تحكي وانت مرتاح، بس انا ضحيت. ناجي كان بيعرف انه بابا بأزمة حقيقية، ومع هاد رفض يساعده الا اذا تجوزني. قلت له يس بتجوزك بشرط البابا، قال لي اوكي. كنت الصفقة. تضحيتك كان فيك تعتبريه وسام تعلقيه على صدرك وتفتخري فيه قدام ولادك هلا وبعد 100 سنة، بس هلا يا مدام انت عار، عار حتى على ابوك اللي ضحيتي مشانه. All that's nothing نبيل، I don't care. شو بيهمني اذا كنت عار او لا؟ حياتي من اولها تجارة. ناجي كان بيعرف اني بحب، بس هو رفض يساعد البابا الا اذا تجوزني. حرمني من الحياة اللي كنت احلم فيها. من شخص كنت حبه ويحبني. مشان هيك لازم احرمه من اللي بحبهم. حياتي تجارة. عواطفي صارت تجارة. شبابي ارتبط بعجوز. لما بيضمني بشعر بشجرة يابسة رح تمص بدمي. رماد نبيل عم ينحط فوق الشمر. ما بيكفيكي حب ناجي، ما بيكفيكي شخص اعطاكي فرصة وتنتين وتلاتي، ما بيكفي انه طلقك بس لانه بيحبك. It's too late نبيل، It's too late. قلتلك الحب لوحده ما بيكفي ليش؟ لما الجسد بجوع الحب ما بيكفي، لما بتحس بظلم الدنيا إلك الحب ما بيكفي، ما بيكفي غير إنك تنتقم من الدنيا والأشخاص اللي سببوا تعاستك. بس أنا لا يمكن يكون أداة انتقام. بعرف لأنك غبي. سمر دخلي لي البريد. أنا جيت لأطمن عليك. طمنت لسه ما ارتحت. انا خايف عليك منك يا ابو رامي. من شو؟ من هالشموع. خايف تعمل لك شي حريقه.
لا تخاف، طمن، أنا حاسب حساب الشمع منيح وحاسب ما يسلت منه شيء ويشعل نار. بعدين يا أبو رامي، في شيء لا بإيدي ولا بإيدك وبده يصير مهما حاولنا، واللي هو قدر الله. بعدين عدم مؤاخذة، أنا دخلت وطلعت تطليعة وحدة على الشموع، تذكرت أم رامي بعشرات المواقف، فكيف أنت قاعد طول الوقت قدام الشموع وعم تفكر فيها؟ شو تذكرت يا منصور؟ تذكرت أنها كانت أخت رائعة وأم حنونة. يعني متذكر مو نسيان يا أبو حمدي. لو تعرف قديش كنت حريص على النعش وعم حاول أحمله وأحميه برمش عيوني. ما راح أنسالك إياها يا أبو حمدي. أنت متضايق مني شيء؟ لا أبدا، أنا متضايق بس من الأيام. شو رأيك هلا يا أبو حمدي نطلع هيك نساوي لنا فتلة مثل أيام زمان؟ مثل أيام زمان؟ إيه، أنا بالحقيقة فقدت لك بالأيام الماضية. تكرم عيونك، وأنا كمان ما راح أتركك ولا لحظة واحدة. تفضل. اجتماعي مع تميم ما ريحني، بدي ارتاح اكتر. هدوءه ما عجبني، بدي شي برد قلبي ويطفي ناري. بس رجله معنا بالفلقة، معقول يلعب هاللعبة؟ الا اذا عرف ان دخلنا البضاعة بنعش المرحوم. يا سيدي الله يرحمه. تعيش، اذا عرف عقله رح يضرب على صنف جنان. وصل الكلام. هلا يمكن إيهاب ما كان قصده ولا كان طمعان، بس هو ما قدر يعبر عن نفسه بشكل صحيح. بس كمان رنيم، أنت أساساً ما أنك مقتنعة فيه. ارتباطنا كان ارتباط تقليدي، يعني أبي بيعرفه، بيعرف أبوه، هو تاجر شاطر وابن عيلة وهيك. أنت مو هذا اللي بحاجته. تعرف عماد، بعجقة هالشغل والزحمة والشركة والمصنع، مرض ماما ووفاتها، وهلأ بابا، وأنا عالقة بالنص، عم حس حالي عم اختنق. كان بحاجة لإنسان يحس فيني. إيهاب ما طلع الإنسان اللي ممكن يتصرف باللحظات الصعبة. يعني إيهاب خلص؟ هلا هو لساته عم يحاول، بس أنا خلص. رنيم، أنا من إمتى بعرفك؟ يعني من لما مرضت الماما تقريباً، يعني من شي سنة. وبعد ما كوننا صداقة كنت حاب أعرفك على صديق إلي، هو تماما الإنسان اللي بناسبك، بس شلت الفكرة من رأسي كونك مخطوبة. إذا عم تحاول تواسيني فبحب قلك إني ما متضايقة. صدقيني يا رنيم، لا ما هذا قصدي. صديقي هاد كمان هو عم يبحث عن إنسانة مثلك. بدك تحطي بعين الاعتبار انه هو ابن مليونير، حب يشق طريقه لحاله بالحياة، حب يكون له نجاحه الخاص فيه، ونجح. قلبه قلب طفل صغير بسيط عفوي، بتصدقي ما عنده قدرة يسيء لأي بني آدم بالعالم. عماد عم تترك الطب لتشتغل خطابة؟ يا ستي إذا من شانك ومشان نبيل أنا ما عندي مال. اسمه نبيل؟ هو اسم على مسمى كمان،
تخيلي امه ليل نهار راقده وراه بتتزوجه، بس هو ابدا، هو بالنسبه له الحياه بما فيها الخطبه والزواج لحظه حب. طيب يا سيدي خلص، انا كمان ما عندي مانع، بتشرف كونه من طرفك بتشرف. فهي عنوان البابا معك، اعطيه. رنيم انا عم بحكي عن جد. يا عماد ما بدي شيء انا رتبه وشارك فيه، اني التقي بشخص ممكن يعجبني اعجبه ونتفق وبعدين نفس التجربه مع ايهاب تتكرر. ما بدي هيك، مشتهيه هيك الحياه لحالها ترتب لي صدفه مع انسان يشوفني بلحظه اشغل تفكيره يفكر فيني من بعيد لبعيد حتى قبل ما يعرف اسمي، ويصير بالنسبه الي هو الهوى والمي وكل شيء. عن جد مشتهيه الحياه تحقق لي هذا الطلب، مو حدا يرتب لي هذا الموضوع. دكتور عماد يلا جاي. دكتور يبدو مرضاك صاروا بحاجتك، يمكن انا لازم اروح. طيب سلميلي كثير على الوالد وطمني، حالته كثير مستقره، بس نبعد عن اي انفعال ان شاء الله. ماشي دكتور، سلامات. مع السلامه. يبحث عن إنسانة مثلك، بدك تحطي بعين الاعتبار إنه هو ابن مليونير، حب يشق طريقه لحاله بالحياة، حب يكون له نجاحه الخاص فيه ونجح. قلبه قلب طفل صغير بسيط عفوي، بتصدقي ما عنده قدرة يسيء لأي بني آدم بالعالم. بتعرفي اشتقت كثير للينا ولغرور لينا. عدي على اصابعك، يومين ثلاثه بس لاقيها صبت بالشام. قصدك بحمص؟ شو نسيتي انه دراستها بحمص؟ ما حتجي محبه بالدراسه. لكن بشو؟ اخي نبيل لا يقاوم مثل اخته. الو منيحه؟ أكيد مشتاقة. هلا؟ وين؟ أوكي ما بتأخر. مين هاد يا حية من تحت تبن؟ ماجد. بتحبيه؟ خلاني أحبه، مو بإيدي. قل لك خليني أمشي ما بدي أتأخر عليك. أوكي؟ أوكي. واو. لا. ما بيشفق لمعجزة. أنا بحاجة معجزة يا منصور، انصحني. انصحك بشو؟ باب مسكر من زمان يا نادر، بلا ما تفتحه عليك. بس عليا كانت بعيدة ولا راجعة؟ ورجعتها فتحت الباب. عليا مو راجعة ولا رح ترجع. بس تميم. تميم كذب عليك، كان بده اياك ترجع وتعيش، لذلك حزنك ما له داعي. وعليا مانع لك ومو ناطره انك تشفى وتطيب. بس
أهلين دكتور. أخيرا رجعت للبلد. وهالمرة استقرار نهائي خلص. تفضل. لا 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 لا. نفس الشيء. لا والله ما بصير هيك. الحمد لله على سلامتك يا دكتور. الله يسلمك يا دكتور عماد. عم فكر منين بدي ابدا؟ لقيت انه افتح مشفى خاص افضل انه افتح لي مجرد عياده او اتعاقد مع اي مشفى. طيب انا عندي اقتراح اذا بتحب تسمع. بسمع. هلا دكتور انت مو اختصاصك جراحه عصبيه. وهذا المشفى بحاجه لهذا الاختصاص كثير. لا بس انا حاليا يعني ما بحبس فكره التعاقد. دكتور هادي انا ما عم بطلب تعاقد. انا عم بطلب هذا المشفى يصير مشفى الدكتور عماد ومشفى الدكتور هادي. يعني انا من حيث المبدا ضروري كثير نطور هذا المشفى ويمكن يتحول لمشفى تخصصي بالجراحه العصبيه. خلص انا بوعدك انه رح فكر بجديه مطلقه بهالموضوع ومن هلا بقول لك انه انا كثير متحمس لهالفكره. وانا بانتظارك. الى اللقاء. الله معك. مع السلامه دكتور. الله يسلمك. أنا ممكن أعرف شو القصة. بالأول عندك دراسات عليا وبعدين ما بدك تتزوجي وانت عم تدرسي حتى ما ترجعي وتندمي بعد وقت، وهلأ ولا شقة بالعالم عم تعجبك. ممكن أعرف إذا في شي قصة بعقلك تفهميني إياها؟ قصة شو اللي عم تحكي عنها؟ ما بعرف، بس كمان حقي أعرف إذا الوقت غيرك من ناحيتي ولا لا. مجنون أنت شي؟ طيب يا ستي خدي المجنون على قد عقله وفهمي. طيب هذا البيت سكنة العمر، يعني انت بون عليك اسكن بيت مو عاجبني؟ حاضر لنا خانم، اللي شرب البحر والنهر ما راح يغصه بكاسة مي. استي راح اشيلك شقة على العظم وشطبها واكسيها على كيفك لشوف شو اخرتها معك. بس وفاء شبك؟ وينه ماجد؟ مو على الاساس يجي تعرفيني عليه، شو القصة؟ حقير. الحقير ودموع؟ لا القصة كبيرة. طلع متجوز. متزوج؟ شو العينتين كان عم يقضي معك وقت؟ مشان الله لبقت عيدية. طيب فهميني. شي قلت له رفيقتي حابة اتعرف عليك؟ ما تركني كمل اسمك، انفجر بوشي ليش قلت لحدا اني بحبه. طبعا الحقير بده يستفرد فيكي ولا من شاف ولا من دري. مو بس هيك، خايف يوصل الخبر لمرته. ايه شو مرته فاندام حتى يخاف منها؟ لا بس مرته بنت صاحب الشغل وماجد مدير عند ابوه. ايوه هيك لكان.
قلت له ما اساس بتحبني وبدك تتجوزني؟ قال لي اتجوزك واترك المركز والبيت والسياره. لكن شو بده؟ بده عزرائيل ياخذه لجنه بايد بايد، بده ياني تسلايه رفيقه يعني. شفتي يا وفاء؟ ايه شفت. شو انت الثانيه؟ ما كان قصدك تتسلي، كنتي عم تحبي وتفكري بالاستقرار، بس كمان ما خلصتي. عم تذكريني بمحاضرتي هلا؟ لا بس قصدي انه نحن جنس حواء، من بين كل 200 رجال بيقولوا لنا مرحبا بيلتقى له شي واحد بس، ها واحد بيقول لنا اياها بحسن نيه. الله لا يوفقه، يا ريتني سمعت منك وتسليت فيه وقلعته. بسيطة حبيبتي بسيطة. لك شوف الحقير لساته بهلا عم يقنعني يكون رفيقته. بتعرفي خاطر لي وصل المسج لمرته لتقرا. يا ريت، وانا بعطيك عنوان مكتبه. ولا اقول لك طولي بالك على وحياتك لجيب لك حقك منه. شو حتعملي؟ الله تفضل حبيبي. يسلموا بابا. انا اليوم اتضايقت على عماد، ما بعرف كرهت حالي. عماد معه حق، يعني حتى الدراسات العليا ما كانت بتمنع زواجنا، بس انا هيك بدون ما احس كنت عم بتحجج لحتى اخر الزواج. بابا إذا حاسة إنك تسرعتي أو ندمانة، من حقه لعماد إنك تصارحي وتفهمي. كمان حضرتك عم تحكي مثل عماد بالضبط، يعني هو أنا بندم بالعماد. عم اسمعك. أنا محتارة، لك روحي من جوا معلقة بحيطان هذا البيت، هذا البيت اللي عشت فيه أحلى أيام حياتي طفولتي وكل شيء، بس بنفس الوقت في شيء عم يجرني لبيت عماد. كمان يعني مو هين علي اتركك لحالك. مو قادرة على البعد ما هيك؟ مو قادرة يا بابا. انت عم تطلبي حل يوفق بين حيطان بيتنا وقلبك. احتار، حاسس انه الدنيا عم تاخد كل الناس اللي بحبها. اول شي ماما، وهي البابا صحته تعبانه. طمن اخي طمن، بابا بخير. عم بصهم بيني وبين حالي، يمكن انا ما حبيتها للميس، يمكن انا كنت خايف اخسرها وبس. لميس انسانة حنونة وعاطفية وعندها حضور غريب، ويمكن أنا كنت بحاجتها. أنت متأكد إنه لميس ما بتحبك؟ لو بتحبني ما كنت رح أقول لا. وبدك تقول لا أنا ما بحبك، بس ما كنت بدي أخسرك. رامي الحياة ما بتكون هيك. شو أعمل إذا أنا هيك؟ بخاف أخسر الناس اللي بحبها. بتصدقي؟ بخاف إنك تتزوجي وتتركينا. لك حتى رنا بخاف إنه تتركني. رنا طفلة، بس أنا بخاف بعدوا عني وأخسركم. أنا بحبكم كتير. بتصدقي رنيم؟ بتصدقي إنه أنا انبسطت لأني فكيتي خطبتك مع إيهاب؟ لأنه كان ناوي يتزوجك وتسافري. ما بعرف، ما بعرف شو صاير لي بعد ما توفيت الماما. أخي نحن معك وحواليك كل الوقت وطول الوقت. ها رجع بابا. صاحبك نضيف معلم، ما غاب عن عيني ولا دقيقة. امبارحة سيارات المكافحة عم تحوم حوالين المعمل. وليد فهمني شو عم يصير. مور معلم، انت سيدني بيفهمنا، بدك تضل لاحق محل. لا ما بدي اشغل حالي فيه،
خليه بعيد عن الطبخة. يا أخي أنتم متفقين تلتقوا على العشاء، أنا ما حدا عزمني. لا يكون ما أنا معبين عينك أستاذ نبيل، من الصبح صار لي عم بعزم فيك وحضرتك ولا كأنك سامع. لا سامع، وبالعلامة كنت عم تقلي أنه عم ترتب لي لقاء مع إنساني خارقة. لا مو خارقة يا أستاذ، ملاك، ملاك وأكثر من ملاكك كمان. شو بدك بهالحكي؟ ملاكي بعرف ملاكك الله خلقها وكسر القالب. لك بس وينها؟ سيدي بكل الأحوال مالي حظ بالعشاء، البضاعة وصلت على لادقية ومضطر أطلع جيبها. تتعوض. يلا نبيل أنا تأخرت. سنيور نبيل. سهلا. أهلا أهلا سيد ناجي، كيفك؟ الحمد لله. عماد صديقي تشرفنا. سيد ناجي ومدام إيمي أهلا وسهلا. أهلا أهلا. يلا يا بطل شد اللي همتك، الحياة حركة، أنا براهن عليك. ها معلش نبيل أنا تأخرت بالإذن. مع السلامة. مع السلامة عماد. أهلا. سلم كثير على لانا. أوكي. أهلا. تعرف أنه أنا وإيمي محضرين حالنا للسفر؟ بكير، شو صاير عليكم؟ طيب تفضل تفضل. أهلا وسهلا. أهلين. سيارتي عطلانة وأنا مستعجل. طيب شو أعمل؟ طيب حركية هيك هيك. بدل ما لك واقف هيك تصرف كرجل شهم وساعدني. قلت لك مستعجل. طيب اطلب لي سيارة تنقل لي سيارتي، ما بنسى لك هالمعروف كل عمري. على فكرة أنا بابا صاحب مصانع الراضي، عرفتها؟ طبعا عرفتها بس مستعجل. طيب وصلني بطريقك لأقرب محل، ما بحب أركب تاكسي. قلتي لي أبوك صاحب مصانع الراضي؟ طيب دقيقة بس لنادي العمال لحتى يدفشوا لك السيارة ويبعدوها. شكرا. يا أحمد يا سعيد. ومن المهم تعرف وأنا جات كل الجدية بطلبي إنك تسكن أنت ولانا معي. أنا متأكد إنك حاببنا نكون جنبك، كمان متأكد إنك عم تحسب حساب للوحدة. كل ما بتخيل إنه لانا ولميس رح يترك البيت ويتركوني لمجرد تفكير بهذا الموضوع بحس عظامي من جوا عم ترجف. عمو انت رهنت حياتك للانا ولميس بما فيه الكفاية، وهلأ صار من حقك يكون لك حياتك الخاصة بعد ما تطمن عليهم. حقك يا عمو يكون لجنبك الانسانة اللي تبدأ معها حياة جديدة واطفال جدد، حتى ليش لا بيدفوا روحك قبل ما يدفوا بيتك. الحلو
الحصان أحزاني وآلامي قلبي الوجع بين البشر صوان دور على حب صادق قوي صح الأمل والخير يلي فيك تمسك ايدك تدفي فيها العزم فيها عطف وحنان احلامي اداني ويا دنيا مالك عالحلم سلطان احزاني والامي قلبي الوجع بين البشر صوان